تطهر دماء أبنائها مخلدة في قلوبنا وفي صدورنا. الكلمة الأستاذ كامل مندور، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اجتمعنا اليوم يا إخوان لأجل تكريم الشهداء وتكريم أسر الشهداء، والحق أقول أننا مهما اجتهدنا وبالغنا في تكريم الشهداء فلن نبلغ معشار ما كرمهم به رب العالمين. وهل من تكريم أعظم من أن يكون التكريم أصلا صادرا عن رب العالمين؟ إن شئنا أن ندرك قيمة الشهداء ومكانة الشهداء وموقع الشهداء عند رب العالمين وكيف أنهم عنده من المكرمين. ما سمي الشهيد شهيدا إلا بمناسبة أنه لقي أجله في موقع معين، موقع الصراع بين حق وباطل، فكان نصيرا للحق وتحمل في سبيل نصرة الحق من التضحيات ما يبلغ التضحية بالنفس. يسمي القرآن الموت الذي لقيه الشهيد، يسميه لعامة الناس القرآن، يسميه مصيبة الموت، يسميه مصيبة الموت. ثم حينما يتحدث عن الشهيد فماذا يقول؟ يقول رب العالمين: بل أحياء عند ربهم يرزقون، عباد مكرمون أحياء يرزقون. يموت العبد فينا فيقول: أصابتني مصيبة الموت، أو فلان أصابته مصيبة الموت، وأما الشهيد أحياء عند ربهم يرزقون. وهل من تكريم أعلى وأجل من أن يسميه رب العالمين شهيدا؟ تسمية يطلقها القرآن على الأنبياء والصديقين والسابقين السابقين، يقول: يتخذ منكم شهداء، ويتخذ من الأنبياء شهداء على أقوامهم، يشهدوا يوم القيامة على أقوامهم ماذا فعلوا فيما أرسل به، قبلوا واتبعوا أم عصوا وكفر. فيسمى الشهيد بما يسمى به الأنبياء والصديقين، درجة عليا عند الله عند رب العالمين. وإذا أردنا يا إخوان أن نكرم الشهيد حقا فلنقتدي به لنقدره في أنفسنا. اجعلوا تكريم الشهيد بأن تدركوا حقيقة موقفه وعظمة وجلال موقفه. إن قيمة الخلق، نحن خلق من خلق الله، خلقنا أناسي بشر، فلماذا خلقنا؟ لنعبد. قبل أن يخلق بني آدم، قبل أن يخلق آدم لم يكن في الكون صراع، كانت هناك ملائكة مكرمون يعبدون الله، يطيعون، يسبحون الله تبارك وتعالى ويقدسون له. فلما خلق آدم تعجبوا وسألوا ليستعلموا: أتجعل فيها؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أتدرون من الذي يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هم أهل الشر من بني آدم، الظالمون الظالمون. ولكن هل كل بني آدم أهل شر وظلم؟ لقد سبق في علم الله ألا من أن من سلالة آدم من سينصر الحق بأكثر مما تنصره الملائكة أنفسهم.
ولهذا خلقنا. ليه؟ لننصر الحق. خلق آدم، خلق الإنسان، وخلق معه الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر. الحياة كلها صراع دائم، سلسلة من الصراعات الدائمة المستديمة، ما بين حق وباطل، ما بين خير وشر. فانظر لنفسك أيها الأخ الكريم، في أي موضع تحب أن تجعل نفسك، في أي موقف تحب أن تقيم نفسك، مع أهل الشر والباطل، مع الظالمين، مع قتلة الشهداء، أم مع أهل الحق، مع الخيرين، مع أنصار الحق والخير والعدل. إن أردت أن تقف نفسك موقف الخير والحق والعدل نصيرا له، فاعلم مقدما أنك ستلاقي العنت، تحارب في رزقك، توصد أمامك أبواب الترقي، وقد يصل الأمر إلى الاعتقال، وقد يبلغ الأمر مبلغ التعذيب، ثم قد ينتهي الأمر بقضاء النحر وموافاة الأجل. في سبيل إيه؟ في سبيل نصرة الحق. هذا طريق كل بني آدم يتعين أن يسير فيه، فمنهم من يواصل الانتصار للحق مهما بلغ صراع الباطل معه فينال مرتبة الشهادة، ومنهم من ينكسر ويرجع ويعود، ومنهم من بعد أن ينكسر يتوب إلى آخره. لكن إذا أردتم أن تعلموا مقدار جلال موقف الشهيد، هو الذي ناصر الحق فلقي العنت فصبر، فازداد العنت فصبر، فلقي الأذى فصبر، فازداد الأذى فصبر، حتى لقي الله لم يفرط، فاتخذه الله شهيدا على قومه، أي شهيدا على الذين آذوه وقتلوه ظلما وعدوانا. إذا كنا اليوم ننادي بضرورة وأهمية محاسبة ومعاقبة الذين قتلوا الشهداء، فاعلموا إن نجحنا في الدنيا في الانتقام لإخواننا من الشهداء فبها ونعمة، وإلا فحسبنا من الرضا بقسم رب العالمين لنا أنه سماهم الشهداء، وأن الظالمين موقوفون يوم القيامة بين يدي الله ليشهد عليهم الشهداء، ولهذا سماهم الشهداء، فيقتص منهم وينتقم منهم ويشفي الله صدور قوم مؤمنين. إن كانوا قد قتلوا فاعلموا أنهم إنما إلى أعلى عليين ذهبوا، فلا تبتئسوا ولا تحزنوا. والحديث لأسر الشهداء، وحسبكم من الكرامة أنكم أهل شهيد يشفع في 70 من أهله، حسبكم من التكريم أنه سبقكم إلى الخير العميم ينتظركم، ويتحسب الوقت الذي تصلون إليه في أعلى عليين حيث ينتظركم. وأقول لإخواني جميعا، فاز من فاز، وسبقكم من سبق بالشهادة، فاجتهدوا واصبروا وصابروا وسددوا، عسى أن تفوزوا بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاك الله خيرا أستاذ كامل، وخير